بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيل 2016 بروجكت 6، السؤال رقم 6 هنا بيقول لي make the following change the unit solid table in the range B5 لF10. B5 لF10 B5 لF10 ماله؟ هنعمل فيه تعديلات following changes وحدات unit table. أول حاجة هنا رقم A، نسل C6 calculate the total number. هنيجي هنا C6 مكتوب هنا فوق C6، مالها؟ calculate the total number of reps solid by company found in the range C22 ل N31. نيجي هنا اللي هي الريبس موجودة عندي من هنا دي، من أول C22 لغاية فين؟ هتلاقي لغاية ال N31، لغاية ال N31. طيب أنا هعمل ايه؟ هاجي هنوت واروح فاتح الدالة بتاعت الصم وافتح الصم وانزل تحت هنا واختار من اول هنا لغاية تحت خالص اللي هي الـ31 دي، وادوس شيفت مع سهمي شمال، سهم شمال تاني، وانا داس شيفت، ما داسش ايه شيفت، اللي هو اوتوماتيك بيحدد جزئية جزئية لغاية عايز ارجع شيفت مع سهم يمين يرجعني خطوة. كده انا حددت المجموعة بتاعتي من اول C22 لغاية N31 واروح دايس انتر، ينزل لنا ليه الاجمالي بتاعي بالمنظر ده كده. طيب السب سوبس ايه كده يقول لي calculate the total number of subs in cell C8. هنجمع المجموعة اللي بعدها في C8، هنيجي هنا في C8 ونعمل بتساوي واكتب كلمة sum SUM، بعدين افتح القوس بتاعي. افتر اول ما فتحت القوس بتاعي كده وابدا انزل بالاسهم، انزل بالاسهم من غير ما ادوس شيفت، انا بنزل بالسهم العادي بس. طبعا بدور على كلمة السوبس الأول دي، هلاقيها بدأت معايا من أول نقطة دي هنا اللي هي 1400. أول ما بدأت هنا اللي هي C32، أول ما أدوس شيفت، دوست شيفت أهو وأنزل سهم لتحت، هلاقي أوتوماتيك حط لي نقطتين وجنبها C33، وأفضل أنزل واحدة واحدة كده، وبعدين أتحرك بالسهم اللي على اليمين اللي على اليمين عشان نروح فين؟ أجيب الإجمالي بتاعهم اللي هو الآخر عنصر اللي هو بتاع الـ N. أرجع خطوة بتاعت البي وأرجع خطوة تانية للـ O، هيبقى كتب لي كده C32 الى N36، وراح دايس شيفت مع زيرو اللي هي عشان اقفل القوس بتاعي، وراح دايس انتر اللي اوتوماتيك جاب لي الاجمالي بتاع الايه الجزئيه اللي بعدها. هاجي الجزئيه اللي بعدها برضو اللي بتاعت سايتس، اكتب يساوي واكتب كلمه سم اس يو ام، هلاقي مجرد ما انا بكتب الداله بيطلع لي هنا الدوال بتاعتي اللي بتبدا بالحاجات دي كلها زي سم سم اف سم افس، كل الحاجات دي ممكن هيبقى فيها قدام ممكن الدكتور يطلبها مننا. المهم بكتب كلمه السم هنا، بعدين افتح القوس بتاعي عشان اعرف ان كده بدات في شغل بتاع الداله تحتي. طب هو بيكتب لي تحت هنا ايه؟ بيقول لي نمبر بعدين كوما بعدين نمبر وهكذا. نمبر دي المفروض ان هي السلسله الاولانيه، احنا شغالين دلوقتي بنسوي حاجه اسمها السلسله الاولانيه اللي هي النمبر دي. طيب هنجيبها برضو ازاي؟ زي ما عملنا قبل كده، بننزل واحده واحده كده، طبعا بتاعت السايتس نجيب بس كده عشان نوصل للسايتس الاول، ولا سايتس دي كده اللي عند اول 1900، وننزل بالشيفت مع سهم لتحت. طبعا انا ما بشيلش دايما على الشيفت، بشتغل بالاسهم بحيث الاسهم اسهل شويه من من الماوس، الاسهم او الكيبورد اسهل من الماوس. وابدا بعد ما علمت عليهم سيلكت كده ما بشيلش ايدي من على الشيفت برضه، واتحرك بالزرار التاني على اليمين عشان ابدا اجيب باقي المجموعه. طبعا بدات اول خليه عندي في العمود، وروح دايس انت لازم اقفل الكوس، لو انا دوست كده هيطلع لي ممكن جابها بس ممكن يطلع لي ايرور انه ما فيش عنده الايه الكوس الاخراني ده، فهلغي الايرور دوت. لو هتظهر لي الرساله تظهر لي بتاعت الايرور اقول لها اوكي، واروح كاتب فوقها في الكوس بتاعي لو هي ما اتنفذتش الداله على طول. تمام، واجي برده اللي بعدها. طبعا في ناس تانية بتستسهل اللي هي عمليه السمشن من الداله، يقول لي انا اعمل من الداله اجيب من هنا، واروح دايس صم هنا وانزل معاها واحده واحده واختار الجزئيه اللي بعدها واعمل سيلكت ليها وامشي كده. في ناس بتفضل كده بس دي لو الماوس معلق او الماوس مهنج او في اي مشكله في الماوس بتبقى العمليه صعبه، او لو الماوس شلتها سبته المكان بتاعي هيبقى صعب. وراح دايس انتر كده، احنا جبنا اللي هو بتاعه الرابس والسابس والسايتس
والسوليد. لو انا حبيت ارجع زي ما الدكتور طلب من المره اللي فاتت ان هو عايز يعرف كل واحد ترجع منين او مرجعها ايه، قال لنا حاجه اسمها تراك بريفرنس بريسيدنت اللي هي المرجع بتاع الخليه. لو داس عليها كده هتلاقي دي ظهرت له المجموعه بتاعته كده، هتلاقي اللون ازرق بتاعها جايب لغايه الحدود اللي زرقاء دي كلها، الحدود بتاعتها كلها. طب لو جاب الخليه اللي تحتها برضه داس على دي هتلاقي برضه جايب اللون الازرق بتاعها، بس طبعا الازرق مع الازرق لو كلها ماشيه مع بعضها. نلغي الاولانيه، نقف على دي نلغيها، remove برضو ممكن نعمل ده remove برضو، بس هنخليه كده نشوفه. هنلاقي ده برضو ايه جاي من المجموعة اللي بعدها من اول stops دي كده لغاية الاخيرة. تمام طيب نلغيها برضو من remove areas دي. تمام طيب بعد كده ده كده كان ايه حرف الايه اللي هو السؤال الاولاني عايز الكالكوليت ده. بيقول لي في سؤال بي انسل سي 10، هنيجي لسي 10، سي 10 اللي هي دي عايز يعمل ايه؟ بيقول لي calculate the sum of range من سي 6 لسي 9، من 6 ل 9. هنروح جايين هنا نعمل نجيب sum هنا هوم، نجيب sum هنا. طبعا هو لو انا عملت sum على طول هنا هو جاب من اول 2015، المفروض انا عايز اجيب من اول اللي بعدها اللي هي من الرقم ده كده، وراح دايس انتر طلع لي الرقم بتاعي ده كده. طب بعد كده بيقول لي كوبي ذا فورمولا تو سيل دي 10، هاخد دي واخدها نسخ كوبي كده واجي عند دي 10 هنا واعملها بيست، هفتح دي واروح اقول له بيست فورمولا، بيست فورمولا تروح نازله معايا الايه الداله بتاعتي كده.